دراما اتناولت في فترة كبيرة من الفترات الشخصيات التاريخية والدينية والإسلامية، ابن حنبل وابن رشد، وقعدنا فترة بعد كده بنعاني ان احنا ما عندناش دراما إسلامية او تاريخية. هل المسرح دلوقتي بيقود انه بيقدم لنا من خلال صاحب الوردة والشعراوي عشان نعود الوسطية تاني؟ وكلمنا عن دور المسرح كده. يعني هو طبعا هذا الدور للمسرح مهم، وزي ما انت اشرتي هو ربما يكون المسرح يقود الان هذا الاتجاه نحو تقديم هذه الشخصيات، لانها شخصيات مهمة، افكارها مهمة، ارائها مهمة. انا يعني سبق لي ان قدمت عدد من هذه الشخصيات الدينية زي الامام مسلم وزي الامام محمد عبده، وارجو انه وزي الحلاج قدمته مخرجا يعني، وارجو ان انا يعني اقدمه في هذا العمل بشكل جيد. احنا محتاجين كده، وربما ده يدفع الدراما التلفزيونيه الى الكيمياء بينك وبين كمال ابو ريا. سير الكيمياء بينك وبين كمال ابو ريا، كيمياء غريبه بينك وبين كمال ابو ريا دايما. ودايما السوشيال ميديا واخدينكم مع بعض على طول. فايه رايك في الحكايه دي؟ حلوه يعني. احنا اصدقاء وزملاء من زمان في المعهد وما بعد المعهد، هو فنان جميل وكويس. ما فيش احتفال بمولد النبي بيجي غير لما مشهد الحلاوه ده يحصل. كويس طبعا. انت على الدراما بقالك فتره. انه دراما دراما التلفزيونيه في رمضان؟ لا ليه، ما انا كنت يعني السنه اللي فاتت في المداح، كنت في المداح، والسنه اللي قبليها كنت في كلبش ثلاثة، والسنة اللي قبليها كنت زحمة. هل المداح ثلاثة يا ريس في كلام ما بين احمد عبد العزيز فيه ومش فيه؟ زحمة المداح. عارف المداح ثلاثة؟ المداح ثلاثة اخباره ايه؟ نعم. لا انا مش فيه. طيب مسلسل اخر الزمن هتبقى نهايه يعني؟ لا انا مش فيه الشيخ عبد الرحمن. مسلسل اخر الزمن اتفرجت على قطه فعلا؟ مسلسل اخر الزمن. نعم مسلسل اخر الزمن. علاقه فعلا. ايه سبب تراجع السيره الذاتيه وتراجعنا في تقديم بقى الاعمال السيره الذاتيه اللي ما بقناش نقدمها زي؟ والله انا مش عارف اجابه على السؤال ده بجد، لانه مش الانتاج ولا لأنه محدش بيتصدر، لان انتاج عالي قوي السيره الذاتيه. او لا، ربما السيره الهلاليه، ربما الكتابه، ربما الكتابة هي تمثل صعوبة في تقديم هذا النوع من الأعمال، اللي هي الأعمال أعمال السير، سواء ذاتية أو غير ذاتية، يعني سواء كان الكاتب هو اللي كاتب عن نفسه أو حد غيره هو اللي كاتب. السيرة الذاتية دايما بتثير الجدل عند الناس، زي لما قلنا ان احنا هنقدم السيره الذاتيه للشيخ الشعراوي، حصلت بلبله على السوشيال ميديا. معلش فاهميني يعني ايه احنا هنقدم السيره الذاتيه للشيخ الشعراوي؟ مش فاهم. زي ما قدمنا امام الدعاء، هو ده دي السيرة. لا دي سيره مش سيره ذاتيه، دي سيره مش سيره ذاتيه. تناول شخصيه، تناول شخصيه الشعراوي، راي حضرتك فيه؟ انا ماليش راي في الموضوع ده، ولكن احنا بنتكلم على السيره بتاعت الشخص. لما تبقى مكتوبه بايده يبقى هو عامل سيره ذاتيه، زي الايام طه حسين، زي مسلسل الوصيه اللي كتبه الدكتور خليل حسن خليل، يبقى هو بذاته اللي كاتب عن ذاته، فتبقى سيرة ذاتية. إنما لو مؤلف آخر كتب عن شخص، بقى في وجهة نظر مختلف، يبقى هو بيكتب عن سيرة فلان، دي مش الذاتية، ما بقاش فيها الحتة الذاتية. هل سيعود أحمد عبد العزيز للمسرح المصري مخرجا مرة أخرى؟ والله الله أعلم. أنا قومي حفل الختام والافتتاح، وعملت دورة وعدد الحمد لله، يعني الحمد لله. باذن الله عندي يعني اكتر من مشروع، ربما يعني استقر على مشروع فيهم واقدمه ان شاء الله. استاذ احمد انا ليا يوسف ادريس، انا عندي سؤال بس هو خفيف شويه. انا عايز اعرف انت مع اتجاه ياسمين عز ولا رضوى الشربيني؟ بصراحه شديد، انت كرجل شايف دي صح ولا دي صح ولا الاثنين غلط؟ بصراحة انا حاسس ان جواك حاجة عايز تقولها بس كتب لي. لا والله ولا اعرف انت بتتكلم على ايه. الاثنين مش مهتم بيه. انا ما اعرفش انت بتتكلم على ايه. يعني
طبعا هو ما عجبش. انا فاهم والله. انا مش هنا يا يعني ما اعرفش. يبدو انه في موضوع كده صح؟ في حاجه ترند وسوشيال ميديا يعني. ما انا قلت لك بقى صح. كتير جدا. انا شاكر جدا ليكم ومتشكر. الله يبارك.